الدنيا مع بعض يا مان. 8 انواع من الهربس تحديد كام نوع؟ 3 الفا وبيتا وجاما. نكتب مع بعض ان الهربس اللي في الالفا جروب بينام في الجنجليا. واحنا يعني بينام هنفهم النهارده، بينام جوه الجنجليا. نكتب مع بعض نعم. الهربس اللي موجود في الالفا جروب اللي هو هربس 1 و2 و3 بينام في الجنجليا. اما يا جماعه بيتي هربس رقم 4 8 اللي هو تبع البيتا والجاما جروب بيناموا جوه الليمفوسايت. بيناموا يعني هنفهم لسه. تاني يا جماعه 8 انواع من الهربس محطوطين في كام مجموعه؟ 3. هربس 1 و2 و3 تبع الالفا جروب. الالفا جروب بتنام فين؟ في جنجليا. البيتا والجاما بيناموا في الليمفوسايت، يعني بيناموا لسه هنفهم. هنبدأ مع بعض بهربس 1 و2 نشرحهم من الأول. هو هربس 1 و2 لهم اسم معروف اسمه هربس سيمبلكس فيروس. أنتوا عارفينه. هربس 1 و2 ده فيروس اسمه هربس سيمبلكس فيروس جنب العنوان، ده فيروس بيتنقل بالكونتاكت. جنب العنوان، جنب الكلمة اسمها هربس سيمبلكس فيروس نكتب مع بعض عبارة عن فيروس بيتنقل بالكونتاكت. عندنا مع بعض الهربس سيمبلكس نوعين، هربس 1 وجام و2. لازم نحفظ مع بعض ان هربس 1 موجود في منطقه الفيس، هربس رقم 2 موجود في منطقه الجينيتال اريا. ده حاجات مشهوره قوي. هربس 1 موجود في الفيس، هربس 2 موجود في منطقه الجينيتال اريا. الهربس بيتنقل ازاي؟ بالكونتاكت. وهتشوفوا في انيميشن كمان شويه ان الهربس مكان دخوله الجسم بيعمل فيزيكال دايما. بيعمل فيزيكال. اول ما حد يدخله هربس عن طريق كونتاكت مكان دخوله يحصل فيزيتال. هربس 1 موجود في الفيس، هربس 2 في الجينيتال اريا، ومكان دخول الفيروس بيحصل فيزيتال. هربس 1 دايما يسموه اوروفيشال، بيعمل اوروفيشال فيزيتال طول عمره، وهربس 2 بيعمل جينيتال فيزيتال، وبيعمل حاجتين تانيين لسه هيبانوا في الشرح. يا ترى ايهما اكثر شهره في مصر؟ ده سؤال في الشيخ معروف قوي. الاكثر شهره في مصر هربس 1. ما شاء الله تلاقي مصريين كتير جدا ماشيين وعندهم برابيق هنا، وخصوصا في المنطقه بتاعت الماوس. يقول لك ليه؟ يقول لك لهم بالكونتاكت. عدد نيلة عند المصريين اللي يرجع البلد يلاقي عمته مستنياه وخدته، 20 بوسه هنا 20 بوسه هنا، ده مش بوس ده هربس. يبقى عندنا مع بعض هربس 1 في اي منطقه؟ في منطقه الفين، 2 في الجينيتال اريا. يقول لك هربس 1 يتنقل بالكونتاكت. تمام؟ وخصوصا لو كنت الجنب ده اتنقل فيها صلايفه. انا مش فاهم. يعني هربس 1 يتنقل بالكيسنج. وخصوصا لو الكيسنج جامد اتنقل في صلايفه. انا مش فاهم برضه، هنفهم بعد كده. اما هربس 2 يتنقل عن طريق سيكشوال كونتاكت. هربس 2 يتنقل عن طريق سيكشوال كونتاكت. بيعملوا ايه لسه هنقول. بس يا جماعه ركز مع بعض في الحته دي شويه. عندنا مع بعض هربس 2 بالكونتاكت. مكان دخول بيحصل ايه؟ فيزيتال. الفيزيكال دي نسميها مع بعض البرايمري انفكشن. اول حاجه بيعملها الفيروس. اول حاجه بيعملها الفيروس مكان دخوله فيزيكال، دي اسمها برايمري انفكشن. شويه ونلاقي الفيزيكال بعد اسبوعين اختفى، لكل الناس اللي جالها فيزيكال والفيروس اختفى والفيزيكال راحت. هو الفيروس ما اختفاش. هو الفيروس حاليا نايم. ليتنسي نايم. نايم فين؟ في جنجليا. لكل الناس اللي قدامي اللي جالها فيزيكال في منطقه الفيس والفيزيكال اختفت، ولكن الحمد لله خفيت، يا بيه ما خفتش. حاليا الفيروس جواك نايم في جنجليا. طبعا هو ليتنسي معناها نايم. ليتنسي معناها ان هو نايم وبعدين هيعمل حاجه. بعدين هيعمل. تعالى نشوف مع بعض. اي حاجه تحصل قبل نوم الفيروس في جنجليا اسمها ايه؟ برايمري انفكشن. لان الفيروس لسه ما نامش بيسموها برايمري انفكشن. هنحفظ مع بعض البرايمري انفكشن 4 تنينات، 2 جي، 2 سي، 2 ايج، 2 اسم غريب. معلش مفيش اسم عارف. عندنا مع بعض البرايمري انفكشن ليها 8 صور. 8 حاجات ممكن يحصلوا. 2 جي، 2 سي، 2 ايج، 2 اسم غريب. أول جي عندنا اللي هي جنجيفيوس سونوفايتس. حد عارف عن ايه جنجيفيوس سونوفايتس؟
جنجيفيو ستوموتايتس. هو جنجيفا يعني لسان، وستوموتايتس ماوس. كيس الجلدة كان فيها الفانج والصلايفة، فتنقل الفيروس عن طريق كونتاك. جنجيفيو ستوموتايتس يعني ناس بيحصل لها فيزيكال في منطقة الماوس، سواء لب أو جوه على اللسة أو جوه على الطنج. أي فيزيكال من أول اللب لغاية جوه دي منطقة اسمها جنجيفيو ستوموتايتس. ده أي واحد فيهم؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. ده ازاي؟ كونتاكت كيسنج جامد نقل، كيسنج جامد نقل. يبقى عندنا مع بعض في ناس بيجي لها جنجيفيو ستوموتايتس، وفي ناس برضه بيجي لها جينيتال هيربس. الفيزيكال في جينيتال اريا. طب لحظة، فيزيكال في جينيتال اريا. ده سيكشوال كونتاكت. أي واحد فيهم؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. تقول له اثنين مينلي. اثنين مينلي. بعدين إن شاء الله. لأن واحد ممكن موجود بنسبة قليلة، دي حاجة اسمها أورا سكس. نرجع موضوعنا تاني. يبقى عندنا مع بعض 2 جي، جنجيفيو ستوموتايتس وجينيتال هيربس. وبعدين طبعا يعني النساء بيجي له الاثنين مع بعض، يا بني ادم انت لما تروح حسب عمل ايه بالظبط؟ اللي بس غير تاني فيزيكال في منطقه الماوس، ده في جينيتال اريا. 2 سي، في بعض الناس اول ما يلمسوا الهيربس اول حاجه بيجي في دماغهم يرفعوا الصليب اول حاجه. يعني في واحد يمسك الهيربس في ايده كونتاكت مع الهيربس، عيان عنده هيربس مثلا، واحد يجيب كوبايه عند الطعموس على كده، او راح احط ايدي عليها، واول حاجه بعد كده اقعد في عين ارفع عصايه، ده اسمه كونجكتايفا هيربس. كونجكتايفا هيربس ناس تلاقي عندها فيزيكال في الكونجكتايفا، ده اسمه كونجكتايفا هيربس. وهرد من الوقت في ناس بيحصل لها سي ان اس هيربس. وقال ايه معصب يا مخ ولا ايه؟ الفيروس دخلهم وسبب ان المناعه عندهم قليله، المناعه قليله. الفيروس راح على البرين، اول حاجه عملها دخل الدم وصل البرين وعمل انكفالايتس. طب لحظه، مش انت قلت برايمري انفكشن بيسكيل غالبا؟ المقصود بكلمه برايمري اي حاجه قبل ما الفيروس ينفج الجلد. في ناس تدخلها الفيروس ويجي المناعه قليله يروح البرين ويعمل انكفالايتس. 2 جي هما ايه يا جماعه؟ جنجيفيو ستوموتايتس و جينيتال هيربس. و2 سي كونجكتايفا و سي ان اس. قال لي طب و2 ايش هما ايه؟ اول حاجه ادلت هيربس. ادلت ساعات الانسان لو عنده نقص مناعه، نقص مناعه بدل ما يحصل له فيزيكال في منطقه دخول الفيروس، جسمه كله يتملى فيزيكال، يبقى ده واحد فينا ادلت وكله هيربس. ادلت كله عباره عن هيربس من قفاه لغايه رجله، كله هيربس. واللي خلى الفيروس يعمل فيزيكال في جسمه كله نقص المناعه، وده يبقى عنده هيربس. في حاجه اسمها نيونيتال هيربس. يعني ايه بقى؟ اقول لك نيونيتال هيربس. طفل جوه بطنه يصدق كل حاجه في الدنيا، اللي قالوا امه عندها هيربس رقم 2 في الجيم الثاني. هذا الطفل نازل بس يشوف امه وهو نازل يتفعص، يتعكي هيربس من راسه لرجله، تلاقيه كله هيربس. ووريك الصور طفل كله هيربس. يبقى يا جماعه في حاجه اسمها نيونيتال هيربس وادلت هيربس. ادلت مع نقص مناعه، نيونيت اثناء الولاده كله تعكي هيربس. هيربس اي واحد؟ اثنين. كده هيربس اثنين حتى غير حاجتين دلوقتي. اول حاجه جينيتال هيربس، وبعد كده نيونيتال هيربس. وممكن الناس يا جماعه يعمل سي ان اس هيربس لو مناعه قليله. طيب اثنين اسم غريب يوم ما بقى. واحد عنده اكزيما، عارف يعني ايه اكزيما؟ يعني ايه اكزيما؟ بالعربي قال الناس اللي عندها حساسيه او اكزيما تلاقي حته حمراء في جلدهم. واحد عنده اكزيما وعنده حته حمراء في جلده، وفجاه واحد عنده هيربس يلمسه. تخيل المنظر، قال لي عندي حته حمراء في جلدي وفجاه واحد يجيب لي هيربس ويحصل فيزيكال. ده كابوس يا ابني، كابوس كبير قوي، يسموه كابوس فيزيكال. يبقى الكابوس فيزيكال في كابوس. كابوس الانسان عنده اكزيما وفوق الاكزيما يطلع فيزيكال، ده حرام. اخر حاجه الدكاتره التوجيهيه والتخدير. وايت فود، احنا وايت فود فايبر اكتف نقص. احنا عندنا مع بعض
هربس واحد في اي منطقه جوه الفيس فيس هربس اثنين في اي منطقه جينيتال اريا هربس واحد اتنقل بالكيسنج بالكيسنج وصل الكيسنج جدا فيها صلايب هربس اثنين اتنقل سكشوال كونتاكت طبعا هو هربس اثنين يعمل ايه؟ ممكن يعمل لك جينيتال هربس يعاقب الطفل اللي نازل نيونيل يوصل لبريمة نقص مناعه ويعمل مننجايتس اي حاجه بتبقى رومن فيروس انجينير اسمها برايمري انفكشن مفيش بني ادم يحصل له ثلاث حاجات يا جماعه اللي احنا بنسال في شغل حاجه لك ايه والانسان اللي يجيله هربس يجيله يجيله هربس وغلط هربس طب ازاي؟ يعني عارف انت سمعها خالص في ناس بيجي لها جينيتيكو سولايتس وبس وفي ناس بيجي لها جينيتال هربس وفي ناس على راس المناعه كلها بتهربس لا اسمه غلط وفي بتعرف اسمه ديونيتا واثنين سي ويزقيه بالواب سي ان اس واثنين اسمه غريب كابوسي ده كابوس ده كابوس عشان فيه وربيتك وربيتك انت يا معلم اثنين فيهم مثلا ديفيس وظايف اي هيربس فيهم؟ واحد طب وشي ثانية؟ جينيت الهيربس اثنين سي ويزقيه بالواب سي ان اس اثنين ايش؟ ميونيت وعضل واثنين اسمه غريب كابوس كابوسي فيتيكال وربيتك وربيتك لكل الناس اللي جالها فيزيكال في منطقه الماوس وبعد اسبوعين الفيزيكال اختفت نفسي اقول لكم ما خدتوش بس طبعا لا خدتوش كيف والله الفيروس حاليا عندك نايم في التراجينا الجنجليا لو هو هيربس واحد بيروح ينام في التراجينا الجنجليا يعني حاليا لكل الناس اللي جالها فيزيكال هنا واختفت الفيروس نايم في التراجينا الجنجليا ولكل الناس اللي جالها فيزيكال في الجينيتال الاريا الفيروس نايم في السكره الجنجليا طب يعني ايه يعني الفيروس نايم وخامل وما بيعملش عيال قاعد ساكت من غير ما يتكسر طب الجسم مش بيطلع انتيبودي للفيروس اه طبعا الجسم بيطلع انتيبودي للفيروس بس الانتيبودي زي هيدخل جوه النيرف والجنجليا ما فيش انتيبودي بيدخل جوه خلايا الفيروس بيتحرك جوه نيرف وجنجليا الانتيبودي ما بيقدرش يعمل حاجه حاليا الفيروس نايم في التراجينا وهيبس واحد واثنين فين؟ في السكر هل الانتو يقدر يعمل حاجه؟ الاجابه لا لا لان الفيروس جوه نيرف وجوه جنجليا بيتحرك جواها. طب امتى الفيروس يصحى؟ الفيروس يا جماعه ممكن يحصل يصحى ويحصل ري اكتيفيشن. الفيروس ممكن يصحى ويحصل له ري اكتيفيشن، امتى بقى؟ نفترض دي واحده بنت اهيت وجالها فيزيكال اسكالتر. معلش من غير زعل. واحده اهيت قدامنا وطبعا السعاده بيجي على وشها بعد ما عدى سبع سنين في الطب ويبتدي العريس واثناء السبع سنين ما شاء الله كان بيجي لها فيزيكال زعل كان بيجي لها فيزيكال قلت لك مش مشكله مش مشكله هتذاكر الاول وبعدين تجيب العريس والفيزيكال اختفت وفاكره نفسها خفت لا الفيروس نايم فين؟ في التراجينيا ايه اللي يصحي الفيروس ويخليه يحصل له ري اكتيفيشن؟ ان الواحده ديت ممكن تكون نازله في عز البرد هجيب عريس على اللي هجيبه تلاقي الناس ده في عز البرد يقول لك هطلعه هطلعه لازم اكفلك بقيت حياتي وتنزل في عز البرد في عز الكول تجيب العريس طب ايه المشكله؟ المشكله ان الفيروس هيصحى هيصحى ويحصل له ري اكتيفيشن يرجع يتكسر ويرجع طلع عن طريق النيرف يرجع عن طريق الماكسيلري والمانديبلر برانش ماكسيلري والمانديبلر وتلاقي الفيروس رجع تاني وعمل فيزيكال في نفس المنطقه يا فيزيكال ليها اسم تاني اسمها سوز فيزيكال اسمها سوز واللي رجع الفيزيكال دي البرد فيسموا المرض ده كولد سوز كولد سوز اذا مع التعرض للبرد ومع الشتاء بتلاقي الفيروس رجع تاني وعن طريق الماكسيلري والمانديبلر بيعمل فيزيكال في المنطقه دي مش عارف بالظبط عند النيوكو كوتينيا جانكشن نيوكو كوتينيا جانكشن التقاء السكيم دي النيكوسا اي واحده او اي واحد يجي له فيزيكال يحصلها ريكارن في المنطقه دي ده هيربس انتهت مفهومه يا جماعه؟ تمام وبعدين تلاقيه هي عندها فيلد سورس عندها فيزيكال اسمها البرد قال ايه ده هجيبه يعني هجيبه ونكملها غلط غلط يا جماعه ان جيت بعد يجي لك فيلد سورس فيزيكال تكمل دي مصيبه ليه بقى؟ لان الفيروس ممكن ينشط ويمشي على طريق الاوسامك برانش يعني تلاقي واحده مثلا شكلها المنظر ده والبرانش تهرب قدامها وتجري وراها وتكمل تجري وراها
فتلاقي الفيروس مش على طريق الاقسام البرانش ووصل لقرنية العين وبيعمل كيراتايتس. بيحصل كيراتايتس معنى كلمة كيراتايتس كورنيال ألسر برانش. طبعا يعني ايه؟ يعني ما عادش شايف حد يجري وراه. فيزيكلز ما عادش شايف حد. كل ده بسبب ضغط. يبقى أول حاجة يا جماعة ممكن يحصل ايه اكتيفيشن عشان شايف الكولد سورس والفيروس مش على طريق البرانش. الاكزيلاري والنبلر ده اللي بيحصل لمواصلكم. اللي بيحصل لمواصلكم هو الكولد سورس ديت. لكن لو انت تمديتي في البرد، لو انت كملتي في البرد، الفيروس ممكن يمشي عن طريق اقسام البرانش ويحصل كون الالسر برانشنج. في الحاله دي محتاجه تركات فرانيه، تركات فرانيه. هل البرد بس اللي بيوصل الفيروس؟ قال لك لا، البرد او الحر. البرد او الحر مش ده فهمنا ليه بنسمع المجهود مع التعب ويرجع تاني الفيزيكال ممكن ترجع. مش شرط البرد، ممكن مع دور سخونيه يرجع لك الفيروس. لكل الناس يا جماعه من ربع المجموعه اللي قدام اللي كان عندهم بيزك بترجع بالبرد والسخونيه كده فهم. فهموا ده مين؟ هربس واحد واثنين. ماشي يا جماعه؟ نرجع تاني بقى. يبقى لما نقول مع بعض الهربس مكان دخوله بيعمل ايه؟ الهربس مكان دخوله بيعمل فيس بنسميها برايمري انفكشن. هربس واحد في اي منطقه؟ هيلبس واحد في اي منطقه؟ البيس. وهيلبس فين؟ في الجنرال اريا. طيب البرايمري انفكشن اربع اتنينات، اتنين جي واتنين سي واتنين ايج واتنين اسم غريب. هيلبس واحد بينام فين؟ وهيلبس اتنين في السكر. اللي يصح الفيروس البرد او الحر. لو سخن كده يصح الفيروس. طبعا وايه المشكله لما الفيروس يصحى؟ هتلاقي نفسك عندك فيزيكال والعلامة تجري قدامك تجري وراهم تلاقي الموضوع قلب بكيراتايتس. يعني ايه كيراتايتس؟ كورن الالسر برانش. يعني يعني خلاص مش شايفه حاجه، يقول لك برانش كتن الدوله مفيش حاجه تشوفيها. طب نيجي على الدياجنوز. الدياجنوز يا جماعه لازم اخد من السكرابنج. يعني لما يكون حد عنده فيزيكال وعايز اعرف ايه نوع الفيروس لازم سكرابنج. طب ما كفايه مسحه وخلاص. مسحه ازاي يا بيه اذا كان الفيروس عايش جوه الخلايا؟ طبعا معلش هو الهربس ده فيروس نوع ايه؟ الهربس ده عباره عن فيروس انفلو. الهربس ده عباره عن فيروس ايه؟ انفلو. بيطلع عن طريق بادي وبعد كده الخليه بتقفل وراه. طبعا عايز توصل ايه؟ الفيروس عياله بيطلع عن طريق بادي وده اسمه شيرنج اوف فيروس. فيروس اربع كلمات هم ايه يعني؟ الكترو مايكروسكوب. بنشوف انكلوجن بودي وتحط نقطة. طبعا بقول له يا اما في السيتوليزم يا اما في النواة. مفيش حاجة، دراسة دماغي. لو عارف مكان انكلوجن بودي قول، مش عارف كل انكلوجن بودي نقطة. عارف يعني انكلوجن بودي؟ يعني فيروس بيلبس قميص وبياخد الصبغة أكتر من زمايله. فالمليون فيروس يبقى له كنقطة في الخلية. وبعد كده يقول سيرولوجيكال، وبعد كده يقول بي سي ار. الفيروس ايزوليشن بيتزرع فين؟ الفيروس بيتزرع فين؟ تيشو أو إيج أو أنيمال. الدايركت تقول من دور على الانتي بودي في الدم في السيره بطرق اسمها اليزا ورايا. طبعا في سطر تحت مكتوب في الاخر زياده هقوله في الاخر. نيجي بس نقطه نقولها بس لكل الناس اللي جالها فيزيكال وراحت للدكاتره والدكتور قال لها ما تقلقيش انا هديكي علاج. ده نصبه ابن كلب عشان ياكلوا الماضي. ده نصبه ابن كلب لان خلاص الفيروس ماشي جوه لابه. قلت له عامل ازاي؟ ده قال لي في علاج. فامرني بسالكم الكرم على اي حاجه يا جماعه. لما يجيلك الفيزيكال ديت اديني ورقه اسمه اسايكلوفير ب 5 جنيه. اسايكلوفير اديني عشان الفيزيكال بدل ما تقعد اسبوعين تقعد يومين ثلاثه بس. بنقلل الديوريشن. الاسايكلوفير ده بيقلل الديوريشن بتاع الفيزيكال وبيقلل الفيروس شيدنج. عارف يعني ايه فيروس شيدنج؟ يعني الفيروس ريليز بيقلله. تمام. طب ليه قلل الفيروس ريليز؟ عشان وانت تبوسي ابنك ما تدهوش. الباقي اللي عندك مرض ابعد عن ابنك النبي عشان خاطر. بس واحنا عندنا فيزيكال لازم ابوس ابني. حرام عليكي. حرام عليكم. كفايه لعبته خدتك عملته فيكي. ارحمي كده الصغير. المفروض يا جماعه المطعم ده قالوا لي ان انا الدكتور هيدي لي فاكسين. فاكسين من مين؟ ده الالف جنيه مش هيدخل جوه. وصل يا جماعه اللي انا بقوله؟ طيب حد يسال في هيربس؟ طب نجيب مع بعض هيربس رقم ثلاثه اسمه تاني بقى لكل الناس اللي عندها فيزيكال هنا بترجع مع البرد ده الهيبس.
وخصوصا ظهري. باريسيلا زوستر فايروس ده اسمه. هربس ثلاثة ليه اسمه باريسيلا زوستر فايروس. هو باريسيلا معناها جديري أو جدري مائي. جديري أو جدري مائي. قول جديري. وزوستر معناها ناري. زوستر ناري. وفيروس معروفة. يعني الفيروس بيعمل جديري وناري. إزاي ناري؟ هنفهم بقى. يا ترى هيربس ثلاثة بيتنقل ازاي؟ انتوا جنبيه بيتنقل كونتاكت ودروبلت. يعني واحد واثنين تنقلوا كونتاكت بس. ثلاثة بيتنقل كونتاكت ودروبلت. طب احكي لي ايه اللي حصل؟ هيربس رقم ثلاثة بيعمل ايه بالظبط؟ هيربس رقم ثلاثة جالكم وانتوا أطفال. لا ما جالكش. لا جالك. أكتر من جبت المجموعة اللي قدامي جالها هيربس ثلاثة. وجالها مرض بيسموه جدر انتصار. بس هو مش جدر اسمه جدر. المهم الجدر اللي جالكم وانتوا في مدارس وانتوا اطفال جالكم ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما طفل في المدرسه كان عنده جدري وقعد يكح ويعطس ويطلع فرادونس من الشم، طلع فدروبيت وانت قاعد تشم، يا اما كان عنده بيزيكل وقال لك تعالى افحص معايا شويه. تعالى افحص معايا البيزيكل ديت وساعدني شويه. يبقى الاطفال اللي بيجي لها هيربس رقم كام؟ لا الأطفال اللي بيجي لها هربس رقم كام؟ ثلاثة. الأطفال اللي بيجي لها هربس رقم ثلاثة. بنقول مع بعض جالها ازاي؟ يا إما كونتاكت يا إما عن طريق إيه؟ يا إما كونتاكت يا إما عن طريق دروب. الجماعة في سؤال في الامتحان مشهور قوي بيقول لك قارن بين انواع الراش اللي هي الفيزيك. المفروض مش انت الفيزيك تعرف مين اللي قدامك ده. Thank you.
ده اسمه يونيت ايه؟ ده اسمه يونيت هيرتز. تاني يونيت مثلا ده هيرتز كام؟ ده اي نوع من انواع الهيرتز؟ اسمه ايه؟ زنجيبيو سومرايز. بتتعامل ازاي؟ وصل بالقراءات كل كونتاكت كانت كونتاكت جنب بتاع صغير هي اللي نقلته. مفهوم يا جماعه؟ مين دي يا جماعه؟ ده منظر يا جماعه الفيزيكا. الفيزيكا يا جماعه لو بصيت عليها تلاقي فيها ديفرنت ستيج. بصوا معايا الفيزيكا بتاعت الجليري، الفيزيكا بتاعت الجليري ديفرنت ستيج. تلاقي ايه؟ تلاقي حته مبيوله اهي شفتها؟ مبيول، حته مبيول، حته فيزيكال، حته بسطيول شفتها؟ يعني في كل الاشكال. وتلاقي دايما الواحد يقول للزميل تعالى فقص معايا، بص دي مبيول ودي فيزيكال، دي مبيول وديت ايه؟ بسطيول. نحفظ مع بعض يا جماعه دي بريسيلا الجدايري او شيكن بوكس هو اسمه برسيلا جدايري او شيكن بوكس هو اول. الفيزيكال ديفرنت ويفز، يعني ايه ديفرنت ويفز؟ كل الاشكال موجوده وكمان فين؟ في الترانك. دايما الشيكن بوكس كمان في الترانك، لان انا هاخد مرض ثاني يبقى كمان في الفيس، ولا اخد مرض ثالث كمان في الترانك، بس الفيزيكال نفس الويف نفس الشكل، مش ديفرنت مورفولوجي. دي يسموها معجم بوليمورفيك على لكن شكل. دي اي نوع ها؟ دي هيربس تايب 1 تبع الجنجيبيو. مثلا هيربس في اللب بنحطها تبع الجنجيبيو ستوماتايتس. هيربس في اللب تبع الجنجيبيو ستوماتايتس. بصوا معايا يا جماعه عشان اسمه ما تنسوش. ده اسمه جوستر، ده الحزام الناري. حزام ناري فيزيكي في منطقه واحده في الترانك على تلات نرف واحد سوس نرف واحد وافلامات وقت القصه. ده الحزام الناري. بص ده الحزام الناري اسمه جوستر. ده الحزام الناري اسمه ايه؟ جوستر. ده يلبس رقم كام؟ ده هنا الشيكن بوكس. كومن فين؟ في الترانك. دايما الشيكن بوكس هنا في الترانك وفي ديفرنت ويفز. يعني في كذا الاشكال، بيسكيت، بابيول، بسطيول، كله موجود. ده هنا الشيكن بوكس. رجالك وانتوا صغيرين. ده الشيكن بوكس او البريسيلا، اسمه شيكن بوكس او البريسيلا. ده الجوليري جاي كنت صغير. جبت دول المجموعة اللي قدامي. الناس اللي بتقدمها مرتجان. ده لبس رقم واحد، حطيت الفيس. ده كيراتايتس، ده كيراتايتس. ده هيربيتك ويندو بتاع الدكاترة. ده الهيربيتك ويندو بيسكل في ايده مكان ما كان بيلبس في العيانين. يستاهل. بياخد شيء كده بدل عزمه كده ربنا. طيب. انا ما عايزك ارجع تاني للموضوع بتاعنا، ولا انا مش عايز ولا حاجه. في انا مش حلو جدا على شيء تبص في نفسه من الاخرين. حلو جدا. بس ارجع شيء تبص. يا جماعه هيربس رقم ثلاثه اسمه ايه؟ باريسيلا زوستر فايروس. اسمه باريسيلا زوستر فايروس. باريسيلا معناها ايه؟ باريسيلا معناها الجدير او جدر نهائي. بلاش كلمة جدري احنا بنروح غلط احنا صغيرين، غلط خالص في الكلمة دي. باريسيلا يا جماعة ده المرض اللي جالكم وانتم صغيرين، بيسموه باريسيلا أو الشيكن بوكس. اللي جالكم وانتم صغيرين مرض اسمه باريسيلا أو الشيكن بوكس. طبعا أنا جالي جدري؟ جالك مش مشكلة. جالك جدري وانت صغير. يا إما اتنقلك ضربة مهندس منك في المدرسة، يا إما كنت بتفعص معاه الفيزيكال، اتنقلك كنت. أو جالك من أخوك في البيت.
يعني مش شرط مدرسه، ممكن يكون جالك من البيت من حد من اخواتك المصابين. الطعام اللي حصل لي ايه؟ حصل لك يا بيه راش، راش كومن في الترانك، كومن في الترانك، شفت الصوره؟ راش كومن في الترانك. الترانك كذا مره بيعمل راش، افرق الراش دي ازاي؟ الراش كومن في الترانك وبولومورفيك، ليها كذا شكل. يعني تلاقي حبه مكيول، حبه فيزيكال، حبه مبيول، حبه بصيول، كل حاجه موجوده الحمد لله على الترانك. تمام، وبعدين ما تقلقش. الفيزيكال دي اخرها اسبوعين ثلاثه وتروح. تمام، وبعدين رير ان بعض الناس جالها انفلونتس نمونيا، رير قوي. يعني الاصل في هذا المرض انه يختفي بعد اسبوعين ثلاثه. ويفضل انك تقعد في البيت. تقعد في البيت ونقفل عليك الباب عشان ما حدش يعمل كونتاكت معاك ويتعدي. طول ما انت عندك الفيزيكال ديت ممكن تعمل حد غيرك. وصلت؟ طيب. يبقى المرض ده اسمه ايه معنى كده كنت صغير؟ اسمه فاريسيلا او شيكن بوكس. في بعض الناس بتسال سؤال هنا مهم قوي. طب لو الفيروس ده اصيبت به الام اثناء الحمل. يعني واحده ام بتفعص مع ابنها الفيزيكال وكانت حامل. لو الام يا جماعه جالها الفيروس ده اثناء الحمل مصيبه. مصيبه. ليه دكتور عمرو؟ واحنا هيجي لها فيزيكال ما تروح في داهيه. الفيزيكال اسبوعين وهتروح. المشكله يا جماعه ان الام لما يجي لها الفيروس ده تلاقي الام بيجي لها الفيروس من هنا وتباص الفيروس لمين؟ لابنها. الطفل يصدق كل حاجه في الدنيا. الا ان امه بالمنظر ده يجي لها فيروس وتبصه له عن طريق البلاسنتا. فالطفل ده يا جماعه ينزل بثلاثه صغيرين. ثلاثه صغيرين. احنا هم ايه ان شاء الله؟ اول حاجه مايكرو بسالميا، عينه صغيره. مايكرو بسالميا عينه صغيره. ينزل بمنتال ريتارديشن عقله صغير، مش لسه ده ماما ازاي؟ بينزل بالليمب اتروفي، ليمب اتروفي اطراف قصيره. يعني هذا الطفل اللي جاله فاريسيلا رقم ثلاثه اللي هو لابس رقم ثلاثه وانا اجيله فيزيك، الفيزيك ايه؟ ده ينزل شمس صغيرين، عين وراس واطراف. مايكرو بسالميا، منتال ريتارديشن وليمب اتروفي. هنا سؤال مهم جدا ليكم. يا ترى الام ديت بعد ما يجي لها الفيروس الفصيل ابنها يولدها بسرعة ولا أخر ولادها؟ يقول لك أخر ولادها. حاول بأي طريقة تأخر ولادتها. في أدوية النهاردة في السوق ممكن تأخر ولادها. قال لي يا دكتور عمرو لأن خلاص الفيروس عدى. أخر الولادة على من الأم صنع أنتي بودي تبعت لابنها. يعني الطفل ينزل حاجتين فيروس وأنتي بودي عشان الأعراض عنده تقل شوية. هو اللي حصل حصل خلاص. بس محاولة إن أنا أقلل الأعراض بحاول الأم تكون صنعت أنتي بودي وبعتهولي. مفهومة بقى؟ لكل الناس اللي معايا في المجموعه اللي جالها شيكن بوكس اللي جالها جديري او انتر تو جديري هل انتوا خفيتوا؟ لا. لكل الناس اللي جالها شيكن بوكس انتوا ما خفيتوش. انا مش عارف ازاي ما فيش فيزيكال خلاص انتوا ما خفيتوش الفيروس حاليا نايم. البس واحد كاميرات فين؟ والبس اثنين. اما يا جماعه الجدري اللي جالكم حاليا الفيروس نايم فين؟ نايم في الثراسة نير. الثراسة نير احنا فين بالظبط؟ نايم في حته خدتوها زمان اسمها دورزال روت جانجليا. نايم في الدورزال روت جانجليا بتاع الثراسة نير. اما حبه الريش اللي كانوا في قفاكم واختفوا الفيروس يروح منهم ينام في الراجينا جانجليا. بس 29% من الفيروس موجود في الترانك فبينام في الدورزال روت جانجليا بتاع الثراسة نير. لكل الناس اللي عندها جدري وهي صغيره حاليا الفيروس نايم في الدورزال روت جانجليا. رغم ايه اللي صحيح؟ لا كولد ولا صامت، الامور اللي صحيين، اللي صحيين نقص المناعه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تصحي الفيروس اللي عندنا حاليا في الدوزر رود جانجليا هو نقص مناعه، احنا مش فاهم ازاي. تروح شهر ويجي لك ايدز، تبقى مصيبه. تبقى مصيبه يجي لك ايدز يضرب المناعه. او بلاش تروح شهر، تضرب كل الطب. ويجي لك احباط. معروف ان الاحباط بيعمل نقص مناعه. مع نقص مناعه الفيروس بينتشر تاني. بينتشر يعمل بالظبط؟ الفيروس بيرجع ينتشر وتلاقيه مشى عن طريق ثراسة نيرف. يعني لو افترضنا الفيروس ده هو اللي نشط هيمشي على امتداد ثراسة نيرف ويعمل لك برابيق لون احمر. على امتداد ثراسة نيرف يعمل لك برابيق حمراء اسمها زوستر او شنجليز. يعني ايه زوستر؟ ميزان نيرف. بتلاقي نوع بتاع حمراء جميله قوي على امتداد ثراسة نيرف بيسموها بيلت اوف روزز. العيال بتبقى فرحان حزام ورد. بيلت اوف روز بيجيب سكينه من كتر القلم يقعد يقطع في نفسه لغايه ما يموت. اسمها بيلت اوف روز فروم ذا هيل. حزام ورد نجاحين، ده اصعب قلم في الدنيا. لكل الناس اللي في الطب بلاش التهاب. اتحرق الكليه. لو حصل ان الفيروس ده انتشر تبقى مصيبه. لو الفيروس نشط تاني وعملك حزام ناري مش هتستحمل. مش هتستحمل.
بلاش الكتاب في الكليه. طيب يبقى هنا سموا فيروس باريسيلا زوستر دي بيعمل اول ايه؟ باريسيلا. ومع راس بقى ممكن يقلب بايه؟ زوستر حزام نادي. اللي ياخد النص الرش يا جماعه ممكن يروح حزام نادي. والحزام النادي صعب جدا. فوق تخيله. ومتاكد ان في ناس هنا ابهات من حزام نادي. مين يا جماعه؟ نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. الدياجنوست يا جماعه كلينيكال. ده اول مره نقول دياجنوست كلينيكال. كلينيكال بنشخص العيان. الابراج الدياجنوست حلو كل حاجه وقول زي الهربس. قول نفس الكلام اللي قلت فيه صاحب اثنين في الشيكن بوكس. بس الكلينيكال بنشخص. بتلاقي راش كومان فين؟ في الترام. وفلومورف فيها كل الاشكال. طب ممكن اسالك سؤال؟ العلاج ايه؟ مفيش علاج. نقول لكم اسبوعين ثلاثه والرشه تختفي والفيروس هينام فين؟ في الدور زروت جدا. لو الرشه عايزه تختفي بسرعه وحالتك صعبه ومتضايقه وقرفان من الاتشنج اديني مرهم اسمه اسايتروفير. اديني مرهم اسمه اسايتروفير. نيجي لنقطه الفاكسين بقى كله ركز معايا. الفاكسين. هل يا جماعه كان في فاكسين ضد المرض ده؟ كان في فاكسين. هل في فاكسين كان ممكن تاخدوه يمنع شكل نفس اجابته الصغيرين؟ كان في. اسمه نوع باريسيلا زوستر فيروس فاكسين. باريسيلا زوستر فيروس لوكو فيروس فاكسين. الفاكسين ده عباره عن فيروس بيبقى شريط عايش ضعيف. بيتاخد دايما جرعه واحده. بيتاخد في اول 8 سنه في عمرك. لكل الناس اللي جالها شيكن بوكس قال لك نزول بوكس فيروس. نسوا يديك الفاكسين. طب سؤال طبعا ايه شيكن بوكس؟ انا ما جاليش شيكن بوكس ينفع اخد الفاكسين؟ ينفع عادي بس هو وقته المستحب في اول كام سنه؟ 12. طب طب سؤال صغير انا جالي شيكن بوكس ينفع اخد الفاكسين؟ تاخديه ليه؟ عشان اكون انتي بودي. انت اوريدي اصلا عندك انتي بودي بس الفيروس ماشي جوه نيرفو جانجليا. يعني مع الفاكسين بيتدفع عشان يمنع مرض من اوله يعني يمنع الفاريسيلا وبعدين يمنع الزوستر. في هنا كلمه مهمه. الفاكسين بيمنع الفاريسيلا صح؟ هنكتب شويه انها صعبه قوي. الفاكسين بيمنع الفاريسيلا هو الشيكن بوكس اللي هو الجدير. بس هل حصل فاريسيلا وخدت فاكسين يمنع الزوستر؟ يعني الفاكسين تاخد الاول خالص قبل الفاريسيلا فيمنعش الفاريسيلا والزوستر. لكن لو حصل فاريسيلا نط الفلتر الكرز والزوستر. مفهوم يا جماعه؟ طبعا طبعا عندي سؤال معلش. انت بتقول ان الفاكسين ده ليه في اتنيويتد؟ الفاكسين ده ليه في اتنيويتد؟ الناس اللي عندها نقص مناعه نقص مناعه ما ينفعش ابدا تاخد فاكسين ليه في اتنيويتد. اي حد عنده نقص مناعه ما ينفعش ياخد الفاكسين ده خالص. نعمل ايه؟ قال لك في حقن في السوق اسمها فاريسيلا زوستر اميون بروجرام. بس غاليه شويه. ياخدها الاطفال اللي عندهم نقص مناعه اللي هو مش عارفين ياخدوا الفاكسين. وخصوصا لو الطفل عنده نقص مناعه وكل يوم في المدرسه يقول امتحان الشيكن بوكس ده غلبان. ده لو جاله شيكن بوكس هيقلب حزام نايل ويرتاح على طول. عايز تاني يا مستر؟ مش عايز ده لسه هكمل لسه هكمل يعني مش هحفظ معلش مش هحفظ. عايز تاني يا جماعه تلبس واحد ينام فين؟ هربس واحد ينام فين؟ تراجينا هربس اثنين في الصفحه. هربس واحد ينام في تراجينا جنجيريا وهربس اثنين ينام فين؟ في الصفحه الجنجيريا. هربس واحد واثنين اللي صحوه؟ كله صح. امال هربس ثلاثه اللي صحوه؟ نقص المناعه اللي هو صفرش ده اللي صحيه. هو هربس واحد يا جماعه لما يرجع ثاني يعمل الفيزيك في المنطقه دي اسمها كولد سور. وممكن يرجع عن طريق سلم بريست او اوكسيما والله يعمل لك كريتايز. امال ده البس ثلاثه بيعمل زوستر او شنجليز. يعني ايه زوستر او شنجليز؟ حزام تاني بيسموه بيت اوف بلوز سترونج ذا هيل. حزام ورد من الجحيم. طيب هو في حته يا جماعه عايز اقولها بس. الدياجنوست على هربس واحد واثنين ست حاجات. الدياجنوست على هربس واحد واثنين ست حاجات. ايوه الدياجنوست على هربس واحد واثنين ست حاجات صغيره قوي اللي هو هربس واحد واثنين بس الخاص صغير في اربع كلمات الكترون الجروجن سيرولوجيكال بي سي ار بيزرع على تشو اج وانيما وممكن اشوف الانجل بتاعه وجاز اورايزا ورايزا. بيقول لك يا جماعه لما هربس واحد واثنين يجوا الخلايا بيعملوا لك سنسيتيا. ما عندهاش سنسيتيا بلاش
هربس واحد معنى ان وظيفه جوه الخلايا عنده حاجه معينه تخلي الخلايا بعد فتره يحصل لها ربشه مع بعض. ربشه مع بعض. طبعا هو فيروس انفلوب؟ اه. بس لو ان هو مميز انه بيعمل ربشه الخلايا مع بعض ويفتحوا على بعض. تيجي تبص على الخلايا تلاقيها مالتي ايه؟ مالتي نيوكليت. فهربس واحد واثنين لما تيجي تاخد النسيج اللي فيه هربس واحد واثنين تلاقي النسيج ده مالتي نيوكليت. هربس واحد واثنين بيعمل فيوجن الخلايا. فتلاقي الخلايا مالتي نيوكليت. هو هربس واحد واثنين هيبقى بره اسمه ايه؟ هيبقى فين؟ بيعرف انا؟ لا بيقلل ديوريشن بيقلل الفاير شيلنج اللي هو الريليز. اي دول لكم فيها علاج هيبقى. نفذ الفيروس وراه اسمه سايتو جيلو فيروس. سايتو جيلو فيروس يا جماعه ده تبع الهربس. سايتو جيلو فيروس ده تبع الهربس بيسمع ايه هربس رقم 5. سايتو جيلو فيروس ده تبع الهربس. ده هربس رقم 5. معلش معلش. سايتو جيلو فيروس ده هربس رقم 5. ده فيروس بيتنقل في بدايه الحياه لو حد وصاب ممكن يتنقله ازاي؟ يقول لك لو الام مصابه بيه تنقله لابنها ترانس بلاسنتا. لو الام مصابه بيه تنقله لابنها ترانس بلاسنتا. او عن طريق اللاكتيشن او عن طريق الجسم. يعني الام ما شاء الله رهيبه. ترانس بلاسنتا ماشي، لاكتيشن ماشي، كيسنج ماشي. عايزين حد يقول لي اصل انا طفل انابيب. ماشي اللاكتيشن هينقله لك. انا حد يقول لي ده من صناعه وحياتك. الكيسنج يعني نقول لك المصدر عشان كانوا بيكرهوني هو فعلا هيتنقل بالنسبه لليت لايف ممكن الفيروس ده يتنقل سيكشوال او عن طريق بلاد او نقل الاورجن انا عايز بس اقول لك الفيروس ده بيعمل ايه؟ احنا عندنا بقى تو فيروس مسؤولين عن تشوهات الاطفال ايه تو جاي فيكم عندنا تو فيروس بيعملوا نفس التشوهات السيتو جالو فيروس وروبي هروبي هناخده بعدين ما تقلقش وحتى اقول لك روبي مفيش منها الا واحده عندنا تو فيروس بيعملوا تشوهات الاطفال السايتو ميجالو فيروس وروبي بس الموست كومن السايتو ميجالو اكتر واحد يروح للاطفال وهم بطن امهاتهم يعملوا تشوهات هل بيعملوا بالظبط السايتو ميجالو فيروس بيعمل في الطفل اربع تنات اربع تنات مشهورين جدا ويكرروا منها كتير اول حاجه بتلاقي الطفل نزل باتنين صغيرين بعد كده اتنين كبار واتنين عاهه واتنين لون هقول لك دلوقتي السايتو ميجالو فيروس في الاطفال بيعمل اربع تنات وروبي زيه في كذا فيروس بيعمل نفس الاعراض دي بس اشهرهم سايتو ميجالو مين وروبي السايتو ميجالو فيروس اتنين صغيرين التلات طفل ماله عنده يا جماعه مايكروسيفالي ومنتال ريتارديشن حد عارف يعني ايه مايكروسيفالي؟ اه مايكروسيفالي ومخه صغيره صغيره منتال ريتارديشن مخه صغير يعني راسه قد ليمونه ومخه قد زيتونه. يبقى عندنا مع بعض الطفل نزل في اتنين صغيرين مايكروسيفالي بنت ريتارديشن مع سيتو ميجالو. اتنين كبار الام تبص على ابنها تلاقيها عنده هيباتوس بلوميجالي. ما شاء الله ده بطن كبيره. اخبي لها حد يحسبه. هيباتوس بلوميجالي اتنين كبار. اتنين عاهه الطفل بينزل ببلايندنس اعمى. بلايندنس وديفنس اعمى واقف. طفل نزل باثنين عاهه بلايندنس وديفنس لو المصيبه نزل باثنين لون تلاقي لونه يا اما ابيض يا اما اصفر يا انيميا يا جوندس حمار ويبقى احمر يعني لو كنت طفل نزل انيميا او جوندس زي ما تقول اسماعيل تبقى هتفضح انيميا او جوندس يا سيد مجال الفيروس وروبي من اشهر تو فيروس تروح الاطفال يعملوا تشوهات يا سيد مجال اعراضه اربع تنات ومين؟ اثنين صفر ومين؟ مايكرو سيفري انتر ريتارديشن اثنين كبروا هيباتوس اثنين عاهه اثنين لون هنكمل المره الجايه سيفري انتر ريتارديشن اولها على السريع بس المره الجايه هنحط الدكتوره ديت وهنرجع